على المي وسعوا خيالكم وتحكوا شي شي. بلد فيها عين مي، بلد فيها توتة، ولقاء الأحباء والصحاب من جميع طوائف البلد كان وين؟ كان تحت التوتة. البنت هاي كانت جارتي التوتة وجارتي العين. هاي البنت شربت من مية العين وتنفست من هوا البلد، البلد الحلوة. هاي البلد اللي كان فيها مسيحية وإسلام ودروز ويهود. كان في بهاي البلد مشغل اللي كانوا يعملوا نسائنا فيه شغل، وبدي احكي لكم بس عشان تشوفوا قديش نسائنا كانوا بتقول لك رايح على الغربي وبلادك احسن. يلا يلا قلبي رايح على الغربي وبلادك احسن لك، خايف يا زاري تروح وتتملك وتعشير الغير وتنساني انا. يا زاري فطر الخطب الفلسطينية وبرتبط بنوع الجغرافيا تبعتها. بدي أسألكم سؤال. شبه النسيم وفيا في الأرض طويها، عجل بسيرك اليوم للأهل والخلان، وأماني لعند الأهل هالأخبار وديها. فخور لهم ابنكم عفراقكم طول الليل سهران، محروم النوم ونجوم الليل راعيها، متى تغيب الثريا ويختفي الميزان والشمس تشرق على الدنيا وما في. وسلم على بلدتي وجملة الجيران،
وسلم على مهمتي وقطب الأياديها وسلم على حبيبتي وجملة الخلان واذكر كل بيت قصيد قال فيها اوف يا يابا يا يابا دولاب سعدي برم والدهر فينا خان ومن بعد عزتي أصبحت في السجن حيران وكاس عكر من بعد ما كان صافي خدوني عند حاكم من عمل بصران وراق الحق والعدل يا ناس طاويغة دنيا غرورة دنيا غرورة ما دامت لإنسان ترفع عن ذالها وتوطي أعالي خذوني عسجن عالي البنيان قلعة حصينة تشيب كل من فيها فيها مساجين من جميع المنيان وفيها عساكر ليل ونهار تحميها يا يابا بختم قصة برم